ولمناقشة الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها على الواقع المعيشي للعراقيين معنا من عمان الدكتور صباح علو الخبير الاقتصادي العراقي. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا ومرحبا بكم. دكتور، في البداية، هناك عجز كبير في موازنة العام الحالي 2021، وصل إلى 100 تريليون دينار كما أعلن. لماذا هذا الرقم الكبير بالنظر إلى ارتفاع أسعار النفط؟ حقيقة ليس فقط هذه الموازنة التي بها عجز، وإنما منذ 2006 ولغاية اليوم جميع الموازنات بها عجز مالي كبير جدا، حتى في السنوات التي ارتفع بها أسعار النفط منذ 2010 حتى 2014. هذا يدلل على انعدام وجود أي شكل من أشكال الفكر الاقتصادي والمالي في تطوير العمل الاقتصادي بالعراق، لأن هذه الحكومات حقيقة هي حكومات الإنفاق السهل وليس لديها أي فكر اقتصادي أو برنامج عمل، وهذا كأنه مخطط له وصولا إلى حكومة لا تمتلك إمكانية دفع مرتباتها. إذن موازنة 2020 لم يتم المصادقة عليها، وبها عجز مالي يقدر ب 81 تريليون دينار، أي بقدر حوالي 68 مليار دولار، التي تعتبر موازنة خطرة جدا على الناتج المحلي الإجمالي. من المفترض جميع قوانين الوزارة المالية يجب أن لا يزيد العجز عن 3% من الإجمالي المحلي العام، في حين بلغت 2020 30% من الناتج الإجمالي العام. أما في 2021 التي يقدر العجز بها بحدود حوالي 73 تريليون دولار باعتماد أسعار النفط تقدر 45 دولار، نعم، في الموازنة. نلاحظ هذا الجانب شكل خطرا كبيرا، حيث ستبلغ مديونية العراق 65% من الناتج الإجمالي المحلي. ولذلك يجب أن تضع الحكومة قانونا للدين العام بسقف لا يزيد عن 40% من الإجمالي للناتج المحلي، لأن هذا الجانب سيشكل خطر، مخاطر كبيرة جدا في عدم إمكانية سد العجز. وإنما سنأتي لهذا الموضوع دكتور صباح، لكن دعني أتساءل معك عن دلالات الإخفاق السنوي المتكرر والعجز في موازنات السنين السابقة كما تفضلت من منذ عام 2006 حتى اليوم. ما دلالات ذلك؟ دلالاته عدم زيادة في النمو الحقيقي. ممكن أن تزيد الإيرادات، لكن كنمو اقتصادي حقيقي غير موجود، بل بالعكس هناك عملية تراجع في حالة النمو من حيث الصناعة، الزراعة، الخدمات، الصحة، التعليم، في حالة تراجع خطير جدا. بنفس الوقت أن عمليات التخصيصات المالية للموازنات بشكل عام الخاصة بعمليات الهدر المالي والخدمات التي لا تعتبر أو لا تأتي بإيرادات إلى الاقتصاد العراقي ممثلة. مثلا في موازنة 2021 هناك 1.2 تريليون دينار للخدمات والقرطاسية والمكتبية للرئاسات الثلاث، علما بأنه هذه لا تساوي ما خصص للصناعة والزراعة المطلوب دعمها من أجل أولا رفع الإنتاجية، بنفس الوقت امتصاص البطالة، تخفيض الفقر. هذه الجوانب غير موجودة، ودليل على أن الموازنة 2021 هي موازنة خطرة جدا. خطرة لماذا خطرة دكتور؟ خطرة لأن اللجنة المالية النيابية أكدت أن هناك بنود في الموازنة ستضر بالموظفين والفئات الفقيرة بالدرجة الأولى،
ما انعكاسات ذلك على الواقع المعيشي للعراقيين؟ ما المخاطر التي كنت تود أن تقولها؟ حقيقة أولا المخاطر ستنعكس في الشهر الأول هذا اللي نحن فيه في تطبيق عمليات الضرائب وكذلك أيضا الاستقطاعات المفروضة على المرتبات بشكل عام بغض النظر عن الارتفاع والانخفاض في المرتب، بل سينعكس في السوق لأن العراق أصبح من الدول الريعية تقريبا 100% في استيراد جميع احتياجاته. تخفيض قيمة الدينار أيضا سيؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير جدا في الأسعار مع وجود ضرائب، مع وجود ضرائب على الدخل وكذلك أيضا استقطاعات ما يزيد عن 1,000,000 دينار من المرتبات للأفراد تساوي بحدود حوالي 20%. هذه كلها ستنعكس على واقع المعيشي للفرد العراقي. وبنفس الوقت التخصيصات الخاصة بالخدمات، الطب، الصحة، التعليم، الخدمات البلدية، كل أشكال الخدمات فيها تخصيصات منخفضة، علما بأن هذه الموازنة تعتبر موازنة انفجارية 164 تريليون دينار عراقي. أما شكراً. وجهة نظري هناك حلان بالتضخم من خلال تعويم الدينار الذي يحفز الإنتاج المحلي ويقلل من الاستيراد. والحل الثاني اتخاذ إجراءات تقشفية مع تخفيض الإنفاق العام للموازنة التشغيلية وخاصة المخصصات الغير إنتاجية. وصلت الفكرة دكتور. أرجو المعذرة لضيق الوقت دكتور صباح علو الخبير الاقتصادي العراقي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي، شكرا جزيلا لك.